التزام بالكمامة، احترام للتباعد، وتقيد بالبروتوكول الصحي هو ما ميز العملية الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو منذ افتتاح مراكز الاقتراع بداية من الساعة 8 صباحا. البروتوكول الصحي يعطيهم صحة، دايرين الجال هيدروالكوليك هذاك، يعطيك جال، يعطيك لبافات اللي ما عندوش لبافات، عطاونا لبافات. نوفروا لنا علاجات، جال، لي بابي، لي بافات، تحصلنا على كلش الحمد لله. القائمون على العملية ومراكز التصويت حريصون على تطبيق البروتوكول الصحي الذي أقرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من خلال المتابعة والمراقبة وتوفير وسائل التعقيم والوقاية. عندنا كنترول على لونتري دو سونتر، كنترول دو لا تمبيراتور، اي بي عندنا تو سكي فو بور le gel, les tapis, les masques, les gants, donc le centre, y compris on a pris en charge même les représentants, les observateurs, les candidats. الثاني عشر يونيو موعد جديد نحو التجديد، لكنه في نفس الوقت مناسبة للحيطة والحذر لتفادي خطر الكوفيد عبر الالتزام وعدم التهاون إلى غاية نهاية هذا الاستحقاق الانتخابي.